تمنيت ساعتها اني اكون بصحتي عشان اجيبه هني واحطه بين رجلي واقدمه من اول وجديد. طول عمري عارف ان عبد الله من ناحيتنا جواه سواد، بس عمري ما تخيلت انه يبقى بالشكل ده ومش لوحده، مع زينب اللي هي عمتي. عمتك زينب ربنا ما رزقهاش طيبه في قلبها، طول عمرها حاسه ان زين الله يرحمه واكل حقها، ما صدقت تلاقي حاجه تقوي بيها قلبها. وانت من يوم ما قتلت الظابط؟ ما قتلتوش انا، انا ما قتلتش حد. امال ايه اللي حصل يا ابني؟ العمليه دي كانت تمويه كاموفلاش، ما كانتش معانا بضاعه، البضاعه والفلوس كانت مع صالح وحربي في حته تانيه خالص. احنا ما كانش معانا في العربيه غير عفش. الرصاصه اللي اتضربت دي ضربت من حد انا ما اعرفوش، اللي مقصود من الحركه دي هي انا، يخلصوا مني انا بعد ما الضابط وقع قدامي سايح في دمه. كل اللي معاه وزمايله جم علي انا، انا كان المفروض اتصفى في اللحظه دي لولا اني فكرت ولقيتش حل غير ان انا اهرب. هروبك ده مش هيفيدك بحاجه يا ولدي، انت شايف الجرانين والتلفزيون بيقولوا عنك ايه؟ شفت؟ بس مش ده اللي هممني. انا اللي هممني دلوقتي حاجه واحده بس، ارجع حق العيله، ارجع حق اخواتي، ارجع حق امي. بعد كده انا هعرف اجيب حقي كويس وابرأ نفسي. عم صبري، تبايعنا بقى الكبير؟ طبعا نبايع، مفيش غيرك انت كبير عيله العطارين. تقول كده قدام كل الناس؟ قصاد اي حد، انت كبير عيله العطارين. تمام. اللي خلف ما ماتش يا ولدي، شوف انت عايز تعمل ايه واحنا كلنا واقفين في ظهرك. تمام يا عم صبري. دكتور، من فضلك يا دكتور، ممكن تطمني على حالة حازم؟ هو خال حازم فين؟ انت عايز خاله في ايه؟ انا مامته، لو في حاجة مهمة قولها لي انا. للاسف يا مدام جهان، حازم مش هيقدر يمشي بشكل طبيعي. احنا حاولنا بكل جهدنا، لكن الإصابة جسمه كان حساس جدا، فصل القدم، محاط بالأعصاب. حازم يحتاج علاج طبيعي لمدة تزيد عن سنة. يعمل علاج طبيعي، يسافر بره لو محتاج، يعمل عملية تانية، أي حاجة. أرجوك يا دكتور ساعدني، ابني لسه صغير. صدقيني لو في حاجة نقدر نعملها فعلا كنا عملناها. كنت قلت لك من الأول أنا مدرك حجم الصدمة اللي أنت فيها، بس أسف تقدر. بالنسبة للمحضر، أنا استأذنت من المستشفى ما عملش أي إجراءات قانونية، بس للأسف هو أصر. آه، ما أنا برضو كنت هعمل محضر. عبير، ما بقتش توحشك زي زمان يا يحيى؟ توحشيني طبعاً عبير، بس أنت عارفة الشغل واخد كل الوقت. يا يحيى، ده أنت اللي بترد على تليفوناتي ولا حتى على رسايلي ولا على أي حاجة خالص. إيه اللي غيرك يا يحيى؟ ولا عبير كانت حبيبتك ايام الفقر وبس؟ خلاص بقى عبير، ما تقليش مزاجي. يحيى، انا عقلي هيشت خلاص، انا عايز اعرف دلوقتي حالا اخرة اللي انا وانت فيه ده ايه؟ اخرته زفت عليك وعلى دماغك يا عبير، طالما مفيش مفهومية لا بسأل ولا برد. خلاص بقى، ياكش البعيدة تفهم. فهمت يا يحيى، بس كنت بكدب نفسي. لا يا اختي ما تكدبيش نفسك. خلاص يا عبير، اللي بينا خلص، النهارده بنت الناس انت في طريق وانا في طريق، والموضوع ملوش دعوه بيكي خالص. الموضوع ده في واحده تانية يا يحيى، مش كده؟ انا عمري ما خيبت في الموضوع ده ابدا، وانت عارف كده كويس. في ولا مفيش يا عبير؟ خلصنا. بس انت وعدتني ان احنا نتجوز يا يحيى. يرضيك يا عبير اعملها وانا ما بحبكيش؟ لا يا يحيى، لا، ما يرضينيش تعملها وانت ما بتحبنيش. والله يا عمي ما عارفش اقول لك ايه، انا خزيان منك، كانك انت اللي سايق يعني وانا قاعد جنبك. ايه عايز تقلب بينا العربيه تاني؟ لا، وعلى ايه؟ المهم يا فارس،
أنا عايزك تجيب الواد ده يقابلني بأسرع ما يمكن. ده كلب فلوس ويبيع أبوه، بس برضه هيأثر علينا سكك كتير. حاضر يا عم، أنا هرتب لك معاه مقابلة في أسرع وقت. واعمل حسابك عشان عندنا مقابلة تانية مهمة برضه. مقابلة مع مين؟ هقول لك بعدين، بس المهم عايزك تنفذ اللي أقول لك عليه بالحرف. طيب وبعدين؟ مش عارف والله يا آية، المشاكل هنا عمالة تزيد كل يوم، بس إن شاء الله خير. وهتجيلي إمتى؟ مش عارف. بقول لك إيه صحيح، أنا في موضوع كده عايز أفتحه معاكي. موضوعي؟ الصراحة مش عارف يعني أبدأ معاكي إزاي. طيب بص، أنت عارف أنا لازم أنزل عشان عندي شفت ليل، يا دوبك ألحق أنزل. يبقى طمني عليك أول بأول حتى لو في مسج، نكمل كلامنا بعدين. ماشي يا حبيبتي، خلي بالك على نفسك. سلام. باي حبيبي. مين؟ علي. عاوز ايه يا علي؟ هو انا بصراحة ما كنتش عامل حسابي الموضوع ده، بس الظاهر اني لازم ابات هنا النهاردة. ما تخافيش مني يا سلمى. انت متخيل بعد الرصاص والدم والخطف اللي شفتهم الفترة اللي فاتت اخاف منك انت؟ يعني مش متضايقة؟ لا مش متضايقة، ده انت اخويا يا علي. تصبح على خير. تمام. ايه اللي صحاكي بدرك ده؟ صباح الخير الاول. تعالي يا رؤي، تعالي. ايه مش ناويه تحكي لي؟ حبيتي قبل كده؟ يبقى حبيتي. صباح النور. مش كل حب بنعيشه يا نادية بيبقى حلو، في حب لما بنعيشه بيخلي حياتنا كلها تعيسة. قريبك؟ كان قريبي لحد ما بقى واحد معرفوش، بقى واحد غريب. ما هي الأيام بتعمل المستحيل. إلا المستحيل ده يا نادية، إلا ده أحكيلك، بس أنت كمان تحكيلي. أحكيلك بس يبقى سر بينا؟ انا احكي لك انا الاول عشان تثقي فيا. زكريا جوزي، جوزي على سنه الله ورسوله. جوزي؟ كيف؟ على هايدي؟ اه على هايدي. وليه ما بيقولش؟ اصله كان مستني الوقت المناسب عشان يقول لكل الناس. يلا بقى، مش هتحكي لي انت كمان ولا ايه؟ لا ده انا موضوعي محتاج قعده. أنا بقى عايزة أقعد معاك القعدة دي عشان تقولي لي على كل حاجة. تعالي احكي لي عنك يا حسن. عايزة أنا أحكي لك بالظبط كل حاجة، من يوم وعيت على الدنيا وكيف جيت دار الأيتام. حقك عليا، ما قصدتش أفكرك بحاجة ما تحبش تفتكرها، بس كنت حابة أعرف عنك أكتر. ليش؟ أنت ما فكرتنيش بحاجة، عشان عمري ما نسيت. ده عمر، عمر كامل يا رحمة. عرفت بنات قبل كده؟ طب والله العظيم النعمة الشريفة ديت، أنا ولا قابلت ولا شفت في حياتي بنات غيرك. ليه؟ هي الدار دي سجن؟ مش عارف، بس عمري ما حسيت إن هي سجن خد لما قابلتك. كنت طول عمري ببص الأسوار بتاعتها وحس إن هي بتعلى يوم بعد يوم. كنت أسهر كده في الحوش بتاع الدرع على لون القمر وأقعد أقول يا ترى شكلها إيه؟ بتضحك إزاي؟ بتتكلم إزاي؟ كنت حاسس إن هي أنت يا رحمة من قبل ما أشوفك حتى. هي مين؟ روحي، روحي اللي كانت تايهة مني. لما لقيتك حسيت إني اتمنيت بيكي، بقيت حاسس ان حياتي ليها قيمه بعد ما كنت عامل زي الميتين اللي عايشين بيعدوا الايام على وش الدنيا. كلامك حلو قوي يا حسن. انت اللي طلعتي كل الكلام المحبوس. وقتي كانه ما عجبكش.
خلاص خليتيه واكلك. يا ستي حرام عليكي، ده هما سندوتشين جبنه وحته خياره. طيب ابقى اشوف مين اللي هيعبرك تاني. يا سلام. هشوفك تاني امتى؟ بكره. بكره؟ ده بعيد قوي. طماع. طماع عشان عايز اشوفك بكره. وبعدين ما بتاكليش ليه السندوتشات فيها حاجه والله. ستك اكيد حاطه لي فيها حاجه. يعني انت تتهم عبد الله العطار بان هو اللي ضرب عليك النار؟ ايوه. بس مش هو بنفسه. ده غزال دراعه اليمين. هو اللي ضرب عليها نار. وانت يا دم شاهين تتهمي برضه هو اللي هو خطف عليها وسلمى؟ ايوه يا فندم. طب يا دكتور احنا كده هنحتاج تقرير طبي عشان خاطر نرفقك بالمحضر. موجود يا فندم. وانت ما تقلقيش خالص يا مدام شاهين، هناخد كل الاجراءات اللازمه ان شاء الله. بس علاء دي حفيدتك؟ حفيدتها بالتبني. بالتبني يا فندم. بقول لك ايه؟ اسمعني زين دلوقتي. انت تروح هناك وتخليك كام يوم كده لحد ما الموضوع يعدي وتجيب شهود يشهدوا انك هناك بقالك اسبوع، وانا هكلمك هقول لك على الجديد. سلام دلوك، مع السلامة. احنا لا بتوع قتل ولا خطف يا حضرة الضابط، وغزال مش موجود هنا بقاله اكتر من اسبوع، واجيب لك كل اللي في القصر يشهدوا بكده. وبالنسبة لسلمى وعلياء؟ سلمى؟ سلمى تبقى بنت عمي وكمان مرت اخويا علي، وهي هنا قاعدة مع جوزها. ايه ده؟ دي مرات اخوك من امبارح بس. اوه، امبارح ولا من سنة؟ جرى ايه حكومة؟ مرته ولا مش مرته؟ طب وعلياء؟ ولو اني معرفش مين علياء دي، بس هي موجودة. كل حاجة موجودة حضرة الضابط. مرت عمي هي اللي مشت من هنا بمزاجها، محدش مشاها، كانت فاكرانا جايين نزاحمهم في ورثهم، ولو اننا جايين بنية طيبة، جايين نقعد جارهم في الظروف الصعبة دي، وخصوصا بعد ما زكريا قتل الضابط والداخلية كلها مقلوبة عليه. طب ممكن لو سمحت بس اشوف سلمى وعلياء؟ تحت امرك. عمتي ندم على علي قابل حضرة الضابط، وخلي عيشة تجيب علياء. ماشي. تفضل حضرة الضابط ارتاح. ادخل يا علي. طب ما ينفعش اكون عيشة يعني؟ ده انا حتى عاملة لك العشاء بنفسي. عاملة ايه يا احلى عروسة؟ انت كمان هتعملي زيهم يا عيشة؟ امال فين علي؟ علي تحت مع عبد الله، بس مش هيتأخر. السلام عليكم. خش يا علي، مفيش حد غريب يعني. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله يا علي. طب انا هسيبكم تاكلوا عاد واشوف اللي ورايا. على فكره كان في ضابط تحت بيسال عليك. علي انا؟ مرات عمي بلغت ان عبد الله خطفك وكان جاي حقك. وبعدين؟ ولا قبلين لقاكي مع جوزك. علي احنا اتفقنا ان ده وضع مؤقت، انت في كل الاحوال لازم تخرجني من هنا. انا فعلا يا علي مخطوفه، انا دلوقتي خلاص بقيت مراتك، يعني ما حدش له حكم عليا غيرك. خرجني بقى يا علي من هنا. حاضر يا سلمى، انا وعدتك وعمري ما هخلف معاكي وعدي، بس نصبر شويه. مش هناكل ولا ايه؟ انت كمان ليك نفسي تاكل؟ وماليش نفسي ليه؟ صباح الخير يا عم صبري. صباح النور يا ابني. شكلك ما نمتش. بعد اللي شفته ده نام ازاي؟ انا حاسس اني مش هيجي لي نوم طول عمري. كل عقدة وليها حلال. انا برضه طول الليل كنت بفكر. رايك يعني اشور عليك بحاجة ممكن تساعدك؟ خير يا عم صبري. روح قابل المحمدي. محمدي؟ ايوه، الشيخ عبد القادر زمنه راجع من الجامع، نفطر مع بعض
وبعدين نتكلم في الكلام المفيد.